يشتكي سكان بلدية وادي عتبة هذه الأيام من تردي الأوضاع الصحية، خاصة مع انتشار الفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا الموسمية وازدياد حالات الإصابة بهما لدى الأطفال. نعاني ونعاني ونعاني ثلاث من قلة الدكاترة. عندنا مستشفى قروي جديد لكن الدكاترة ما في شيء. عندنا تخصص الكلى، الكلى المفروض يكون ضروري يا دكتور موجود، صفر دكتور ما في بكل، حتى امتياز متخصص ما في. عندنا نقص في الدكاترة، يطيح لك واحد ما تلقى حتى من عاجل حق، يعني عندك الإشاعة والمختبر ها وجاي يطش والباقي ما له شيء صفر حق. الدكاترة هذه الدرجة الأولى ناقصين درجة أولى، واحد يطيح لك ما تلقى حد يسمع ايش قبيه. المراكز الصحية ومستشفى تساوى القروي بوادي عتبة تفتقر إلى أطباء مختصين بها بشكل دائم، وخاصة في الفترة الليلية، بينما يتواجد بعض الأطباء في الفترة الصباحية في تخصصات الأطفال والجراحة والباطنة، ما زاد من معاناة المواطنين حتى اضطر الكثير منهم إلى السفر ليلا إلى المدن المجاورة. نطلب من الحكومات والجهات المسؤولة، جهات مسؤولة، توفر دكاترة على مدار الساعة مفترض، فلما يصير أي مرض تقول تعاني بمريضك ترفع على المستشفى ما تلقى حد، ترفع على المنطقة اللي بعدها ما تلقى حد نرفع فيها، أقرب مسافة اللي هي سبها، وسبها لما توصل سبها يعني طبعا المريض خلاص يعني، وتبي لك سيارة، مشكلة الوقود، مشكلة الطريق، مشاكل ياسر حقتهم. هنم فنبو توفير الأطباء في مستشفى تساوى القروي على مدار الساعة. الأهالي نشدوا الجهات المعنية توفير أطباء مختصين بشكل دائم مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المراكز والوحدات الصحية بمناطق بلدية وادي عتبة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل تردي الأوضاع المعيشية والصحية.